السلام عليكم ورحمة الله. سأبقى شرح هذا الموقع، موقع شارينج مينينج للتعدين. فيه عدة مزايا، من هنا الدرست، وهنا التأمينات الخاصة بالموقع، هنا الإيميل الخاص بهم، وهنا التعليمات وكذلك ما تبقى، ومن هنا البونتي، ومن هنا نقوم بالتسجيل الدخول. طيب هنا للتحقق، بعد التحقق والقيام بالدخول. طبعا هذا الموقع هذا الموقع بعد عملية الدخول هنا انتقل إلى هذا حسابي الخاص. طبعا لا يسحب الموقع البونتي. بالنسبة للبونتي، أولا بإمكانك الاستفادة من البونتي. البونتي، ما هو البونتي؟ البونتي هو أن تقوم بعمل منشور. إذا يا شباب، البونتي أولا الفيسبوك، تقوم بعمل منشور على الفيسبوك، تمام، ثم تقوم بالتقدم للبونتي، وستحصل على مكافأة قدره 50,000 ساتوشي، 5,000 ساتوشي. ثم تقوم بعمل على تويتر وستحصل على 5,000 ساتوشي. ثم اليوتيوب، اليوتيوب تصل إلى 100,000 ساتوشي، إلى 500,000 ساتوشي. التليجرام 5,000 ساتوشي. الترست 5,000 ساتوشي تدفع مباشرة. أنا حصلت على أغلبيتها، وهنا موجود الرصيد. سأرجع إلى حسابي، هذا الرصيد يضاف إلى رصيد السحب مباشرة، يضاف إلى رصيد السحب مباشرة. هنا 46,000، أغلبيتها تقريبا من البونتي. استثمرت هنا، قمت بعملية الإيداع من هنا، يور ديبوزت، الإيداع، وأودعت 50,000 ساتوشي من البيتكوين، تمام. طبعا هذه الأرباح هنا، الأرباح الخاصة. ما يهمنا هو بعد الإيداع، الإيداع، إذا أودعت هنا يوجد المضاعف اللي هو X2. إذا أودعت 50,000، الموقع بيعطيك 50,000. أعطاني بالفعل لعمل الإيداع من هنا. عمر الموقع تقريبا أقل من شهر. من هنا الخطط، إذا أودعت هنا 5,000 ستحصل على 100,000، إذا أودعت 110,000 ستحصل على 300,000، وهنا إذا أودعت 310,000 ستحصل على لا عفوا، هنا من 50,000 إلى مليون أو إلى 10 مليون، ومن هنا ساتشي بيتكوين. وهنا كذلك الخطط الثانية والثالثة، هذه عبارة عن الخطط. تختار الخطة التي تريد، ثم تختار وسيلة الدفع، إما باير أو بريفكت ميني أو محفظة البيتكوين مثلا، ثم تنتقل على اسبند لعملية الإيداع، وتقوم بالإيداع من هنا. تنسخ الرابط وترسل لهم كما في الصورة، هذا هو الرابط، ثم تقوم بنسخه أو إرسال 50,000 بيتكوين إلى هذا الرابط. هذا هو الإيداع الخاص بي هنا. إذا أردتم الإعدادات، أن تقوم بالإعدادات من هنا. إذا من هنا يا شباب الإعدادات، ثم تقوم ب تحط هنا عنوانك، عناوينك الخاصة بالبيتكوين وبقية العملات الأخرى التي ستقوم بالسحب عليها أو باستثمارها. أنا سأقوم بإضافة البيتكوين الآن هنا. هذا هو الباير، أو سأقوم بالسحب على الباير. طيب إذا رصيدي هنا، أكد، أرجع الحساب، هذا الرصيد الخاص بي موضح هنا أمامكم كما ترون، عبارة عن 46,000 ساتوشي، وهذا المتبقي سأقوم بسحبها بعد قليل حتى يتم إضافة الرصيد الخاص بهذا اليوم. كيف حصلت على 150,000؟ 50,000 بيعطيك الرصيد
مجانا عند التسجيل، عبارة عن بونص. و100 ألف أنا أودعت 50 ألف، أعطاني إضافة 50 ألف، فأصبحت 150 ألف فاصل 50. هنا الربح اليومي الذي تم تجميعه، وهنا الحصيلة الخاصة، هذا ربحي من الاستثمار، وهذا ربحي مع البونتي الأخير، وهنا الخطة الخاصة بي للانسحاب. سأقوم من هنا بأعمال وايد درو. طبعا يا شباب الموقع هنا بيعطي حاجتين، انك تسحب على البيتكوين بالنسبة للرصيد المعطى تقريبا من البونتي، وحد السحب 50 ألف ساتوشي. وهنا بحساب الاستثمار انا استثمرت من الباير، سيعطيني بالباير، هذا عبارة عن 23111. سأنتظر بس قليلا حتى يصل إلى بقية المبلغ لكي يتم عملية السحب اليوم. حد السحب عبارة عن 20 ألف ساتوشي. هنا ممكن سأقوم بتوقف الفيديو وشرح بقية الفيديو بعد قليل. إذن يا شباب وعدنا لكم عملية السحب تكون من الحساب الرئيسي هنا. هذا الحساب الرئيسي، هنا الخطط الخاصة بالموقع، هنا الحساب الرئيسي، سأقوم بعملية السحب، أريدها على حسابي في الباير. آخر عملية سحب كانت هنا بالروبل. إذا ويذر درو كم المبلغ المطلوب؟ أنا أريد أن أسحب 23 ألف ساتوشي، ومن هنا نسجل المبلغ 23 ألف. بالإمكان استخدام 111 اللي هي موجودة، لكن أنا سأختار 323 ألف. وهنا 23 ألف 500، هذا عبارة عن سحب إلى حفظة البيتكوين. هنا تسجل أي تعليق ثم تقوم بعملية السحب بالضغط على ريجست. هل تريد السحب؟ هذا ما يعادل 3.13 دولار. نعم موافق، وهذا رقم الحساب الخاص بك. إذا تمت عملية السحب، انتقل إلى التاريخ الخاص بالسحب ويذر ترو. إذا هنا تم سحب 23 إلى الباير، وهنا التعليق طلب السحب. ننتظر حتى يتم الوصول، وسنرى متى وصولها إلى الباير. عندما تصلني سوف أقوم بإلحاقها بهذا الفيديو. إذا يا شباب نستعرض الآن عملية السحب التي قمنا بها البارحة. السحب يصل خلال 24 ساعة. أنا قمت من هنا أمس بعملية السحب، وهذا الهيستوري كما تلاحظون أمامكم. أنا سحبت 23 ألف ساتوشي هنا على الباير كما تلاحظون هنا، عبارة عن 3.3 دولار. انتقل إلى الباير، هذه كانت تاريخ السحب تقريبا أمس الساعة 27، تاريخ 27 هنا. تم الوصول اليوم إلى الباير 27، أمس وصلت لكنها لم تظهر عندي إلا اليوم. هذه عملية السحب هنا أمامكم، 3.13 دولار، وهذا الاثبات هنا 60 هرتز شير مينينج من الموقع. الموقع صادق ويسحب ويعطيك في البنتي ويعطيك أرباح ممتازة لا بأس فيها في التعديل استغل الموقع، وإن شاء الله يكون خير قبل أن يتم إغلاقه. وشكرا لكم.